يقول سمعنا أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قتله وليست له توبة حتى ولو تاب، وأن من سب الله عز وجل ثم تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فهل هذا صحيح؟ ونرجو توضيح هذه المسألة. بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. لا تقبل توبة من سب الله ورسوله، بل يقتل، يجب قتله بكل حال إقامة للحد عليه. فإن كانت توبته صادقة فيما بينه وبين الله فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، أما نحن فنقيم عليه الحد. إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالقرآن أو بشيء منه أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول فإنه يقتل. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.